ليس كورونا وحده ما يجثم على المدينة فالموت يتسلل للمرضى من كل الأزقة ومن كل أعضاء الجسم التي أصيبت بالداء وافتقرت إلى العناية الطبية اللازمة مرضى الفشل الكلوي معاناة مستمرة منذ أعوام فكثير من أولئك المرضى يقضون في الرمق الأخير ومدير القسم في هيئة مستشفى الثورة الدكتور فهم الحناني يناشد الحكومة ومنظمة الصحة العالمية بسرعه انقاذ مرضى الفشل الكلوي من فيروس كورونا الحناني كشف عن اربع حالات وفاه بين مرضى الفشل الكلوي بالاضافه الى تاكيد اصابه حالتين اخريين في ظل انعدام الامكانات ومستلزمات الوقايه للكادر الصحي والمرضى محذرا من كارثه صحيه في المدينه تتكاتف الامراض وتتعاضد للنيل من اليمنيين المنهكين والمرميين في ارصفه المستشفيات التي تفتقر للحد الأدنى من الإمكانات بينما تكتفي السلطات الصحية بتوجيه نداءات الاستغاثة والبحث عن الدور الغائب للحكومة الشرعية هذا الحال مستمر منذ اجتياح ميليشيا الحوت الانقلابية للمدينة وإخضاعها لحصار مطبق ضاعف من معاناة الأهالي والأمراض على وجه الخصوص